بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. It's one! Oh, what a goal! هنبتدي أخبارنا الرياضية مع لعيبة المنتخب المصري اللي هيخوضوا تدريبات صباحية النهاردة قبل التوجه لمطار القاهرة للسفر للسنغال على متن طيارة خاصة، وبيسعى الجهاز الفني للمنتخب لتجهيز كل اللعيبة لمواجهة العودة في داكار العاصمة السنغالية يوم الثلاث اللي جاي لحسم التأهل لنهائيات كأس العالم. الجهاز الفني للمنتخب الوطني استدعى الثنائي رامي ربيع لاعب النادي الأهلي وعلي جبر لاعب بيراميدز عشان ينضموا لمعسكر الفريق استعدادا لمباراة العودة قدام منتخب السنغال في لقاء العودة في المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم. وأنهى محمد صلاح المدير الإداري لمنتخب مصر كل الإجراءات اللازمة لجبر وربيع عشان يرافقوا البعثة اللي هتتجه للسنغال. فريق منتخب السويس أقصى فريق فيوتشر من دور الـ 32 من كاس مصر بعد الفوز عليه بضربات الجزاء بنتيجة 4-2 خلال اللقاء اللي جمع الفريقين على استاد السلام، وتألق محمود كوكو حارس مرمى منتخب السويس وصد ضربتين جزاء من لعيبة فيوتشر. لعيبة فريق النادي الأهلي هيخضعوا النهاردة لقياسات بدنية مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية النهاردة على ملعب مختار التتش بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصلت عليها اللعيبة بعد مباراة المريخ السوداني. وهيبدأ الأهلي من النهاردة يحضر لمباراته قدام الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وحسم التعادل الإيجابي 2-2 أحداث مباراة منتخب بلجيكا قدام منتخب أيرلندا الودية، واللي جمعت المنتخبين امبارح على استاد أفيفا ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022. وعالميا، منتخب سلوفينيا اتعادل مع المنتخب الكرواتي بنتيجة 1-1 في المباراة الودية اللي اتلعبت بينهم امبارح. البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب خلال شهر مارس، ولعب رونالدو مباراتين مع مانشستر يونايتد خلال شهر مارس وسجل فيهم 3 أهداف. نجم المصارعة الأمريكي بول مايكل المشهور باسم تريبل إتش أعلن اعتزال اللعب بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة بالبطولات والألقاب والإنجازات على مدار نحو 30 سنة، منها بطل العالم في المصارعة 14 مرة. تريبل إتش واحد من أشهر النجوم في تاريخ WWE، والسبب اللي خلى تريبل إتش يعتزل هو تعرضه لنوبة قلبية استدعت خضوعه لعملية جراحية. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وإيمان عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا ليك يا ليندا.